مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. السيارات لأي حيوان شيء غير مفهوم، ولكنه مخلوق حي يمثل تهديدا لهم. وكما نعلم أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، في هذه المشاهد سنرى أكثر هجمات الحيوانات المثيرة للإعجاب على السيارات. ولكن بداية ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى لا يفوتكم أي شيء. العملاق الشرير. ماذا سيشعر السائق عندما يعود ويجد أن درجته نارية قد تم اختيارها من قبل فيل؟ إذا كنت في مكانه فلن أخاطر بالقيادة قريبا من هذا العملاق. في هذا المقطع يبدو أن هذا الفيل قرر استخدام السيارة كمقعد مريح، على الرغم من أنه لن ينجح في الجلوس عليها. من الواضح أن هذا العملاق اتخذ السيارة كعدو، ولكنه لا يستطيع دخولها، وسائق السيارة هرب منها بخفة، وفي الأخير العملاق يقلب السيارة. تزن هذه السيارة حوالي طن فقط، والفيل أكبر بخمس مرات من السيارة التي يقودها السائق دون الاهتمام بوجود الفيل. وقد بدأوا بالفعل في إزعاج أكبر حيوان ثدي في العالم، وبالتالي قرر أن يظهر من هو الأقوى الآن. هذا الفيديو يثبت أنه لا يمكن إنقاذ وسيلة نقل من الفيل الشرير إلا إذا كنت تمتلك ريشة كمروحة الطائرة. ليس هناك ما يثير الدهشة أكثر من فيل شعر بالملل وقرر الاستلقاء على أقرب مكان له. الهروب من المزرعة. نرى أنه لا يكاد أي شخص يخاطر بحياته مع هذه الأغنام التي يطعمها، خاصة إذا كانت قادرة على إسقاط درجة نارية وركابها بضربة واحدة. يا لها من نكتة سيئة. صاحب الطريق. في هذا المشهد هذا الغزال يؤكد من هو الملك الحقيقي للطريق. قوة الثيران. لم أرى هذه القوة من قبل، حيث أن هذا الثور يستطيع التنافس مع وحيد القرن. ما زلت لا أستطيع أن أفهم لماذا تكره الحيوانات السيارات بشكل كبير. حسنا، هنالك سيارة واحدة فقط هربت من بطش الثور. هنا نرى أن السيارة أصبحت بحاجة لإطار جديد، كما أن مصدها أصبح غير صالح. أتمنى أن يكون لدى مالكها المال الكافي لهذه الإصلاحات. التمساح يمارس هوايته المفضلة. على ما يبدو إنه من الضروري شراء مصد جديد للسيارة بعد تحطم القديم من قبل هذا الحيوان المفترس. فتى سافانا. بشكل عام في سافانا الحيوانات لا يحبون أي جنس بشري. هنا يحاول فرس النهر أن يعض قطعة من السيارة، في حين أن الأسد يحاول أن يعض فرس النهر. عملاق آخر. هنا نشاهد الطريقة التي يسخن بها وحيد القرن قبل الخروج عن الطريق. لقد ظننت أنه سيضرب السيارة الآن، ولكنه غير رأيه وذهب بعيدا. هذا العملاق أحدث ثقبا في السيارة ثم هرب تماما.
على ما يبدو فهو عديم الخبرة في مهاجمة السيارات. مهارة الاستيلاء. يمكننا افتراض أن هذه الأمتعة ملكهم، وبالأحرى السيارة أيضا أصبحت ملكهم. الحيوان الفضولي. في هذا المشهد يبدو أن اللبؤات يريدون السفر، إنهم يحاولون إيقاف السيارات بكل الطرق، حتى ملك الغابة سئم من العيش في السافانا ويريد السفر إلى خارجها. المرايا دائما تجذب النساء، وهنا تنطبق هذه القاعدة على اللبؤات الذين انجذبوا سريعا للمرايا. سباق في الطريق. أكثر ما لا تتوقع رؤيته على طريق محاط بغابات هو خيول تهرع. لكن الآن سيدفع الحصان نفسه من أجل المرور فوق السيارة. نسأل هنا لماذا يحتاج الفهد إلى سيارة في حين أنه بالفعل أسرع حيوان على وجه الأرض. هنا يظهر الأسد مسيطرا على السيارة، فهو مالكها الآن ولا أحد يستطيع الاقتراب من السيارة. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.